وياريت بقى كمان نقول للناس وتقول لهم ان الاكل الكتير ده اكيد بيتعب. بالظبط، انا بحس ان احنا تعودنا جرة العاده البهرجه بقى وسفره عاليه وحرام ولا صنف او صنفين بس بيتاكلوا. بالظبط، يعني والناس ما بتاكلش كتير في رمضان على فكره، لان وقت ما بيكون الانسان صايم بيجي ياكل ما بيقدرش ياكل كتير. فهنحاول نهتم بالشوربه، نهتم بصنف واحد حلو قوي للأسرة كلها، بلاش جميع الأصناف اللي احنا بنحطها كتير. وهيبقى حلو قوي ان لو انت معزومة او حد جايلك او الكلام ده كله، نجمع أصناف كل واحد شاطر في حاجة يعمل صنف جميل، هتبقى لطيفة قوي. وهتلاقي بقى الشهر عدى من غير اي كلفة وتكاليف من كتير، من غير تكاليف ومن غير تعب والمواضيع بتبقى بسيطة، فاهمة يعني؟ أنا جميلة. دايما أنا بحب بصراحة يعني أنا بعرف أعمل حاجة أنا هاجي أعملها عادي. بالظبط، في ناس لا، في ناس عندها الموضوع بيبقى بكلفة زيادة، وانت جايالي ازاي تجيبي حاجة او انت عاملاها، انا هعمل كل حاجة، ويا حبيبتي بتتعب يعني. طبعا، وبعدين سواء اللي عايز يتعب بقى وحر. بالظبط، وبعدين ما ننساش المطبخ، يعني المطبخ ده مهم جدا برضو، ليه ما نفرحوش هو كمان؟ نعمل يعني ايه؟ عارفة لما نحط شوية حاجات زينة وحاجات فرحة كده علشان تبقى عندنا اقبال. طب ايه الالوان بقى اللي نستخدمها اكتر، والالوان نبعد عنها عشان ما نجلبش اي طاقة سلبية في رمضان؟ جميل جدا. ان احنا دايما في الفان شوي او طاقة المكان، ازاي البيت يبقى عنده خير او عتبه حلوه، او نجذب مسارات الطاقه الايجابيه، او زي ما بنقول بالبلدي البيت ده وشه حلو وشه أيوة وحش. بالظبط، ففي الوان معينه للمطابخ مهمه جدا. احنا بنقع في غلطه كبيره وهي الموضه. يعني الموضه دي ملهاش دعوه خالص بطاقه المكان. فأنا بقول دايماً المطبخ المهم إن إحنا بنختار المطابخ الفاتحة. كل ما يكون المطبخ بتاعك فاتح، كل ما بيكون فيه إنارة أقوى وإضاءة أقوى، وتحسي كده براحة إنك أنت تحبي تخشي المطبخ وتطبخي. بعكس الألوان القاتمة، الناس اللي عندها مطبخ أحمر، الناس اللي عندها مطبخ كحلي إسود. والإسود اللي طالع موضة. اضحكي يا دكتور اضحكي. بالظبط، للأسف المطابخ السوداء بتخلي ست البيت تبقى يعني إيه، منعدمة الإقبال على الطبخ، بتحسيه مطبخ بارد خالص. عايزة أقول سائع. أيوة، الست اللي عندها مطبخ أيوة. أسود يا جماعة بتحبش تطبخ خالص. أنا عارفاها، الدكتور عارفاها كويسة، بتحبش تطبخ خالص. عارفاها أيوة. فعلا يعني لو وقفت عملت شوية مكرونة بيبقى بالعافية. لا بالعافية، أنا عارفة المطابخ السودة دي، لأن المطابخ السودة دايما بتخلي الست البيت دايما تبقى أكتر شراء من بره، جدا تشتري الحاجات الجاهزة والأكل الجاهز وتستسهل، لانه بنسميه مطبخ بارد مش سخن. المطبخ بطبيعته حاجه ناريه. والله يا جماعه الحاجات دي حقيقي بجد بجد يعني. الدكتور بتقول كلام فعلا، ده عن تجربه بقى بجد حقيقي فعلا. كملي يعني يا دكتور. المطبخ يعني عايزه اقول لك ان هو يعبر عن عنصر النار في الطبيعه، عشان السخونه والبوتاجاز والقلي والتسخين وكده. فدايما يكون المطبخ علشان نضمن ان هو دافي وشغال، بنختار الخشب، الالوان الخشبيه، لون الخشب للدرف، ممكن نختار اللون الاخضر الفاتح او الزيتي او الزيتوني اللي هو بتاع زمان قوي، اللي كان كل المطابخ القديمه مريح قوي للاعصاب، كان رائع وكان عليه اقبال جامد قوي. أيوة، الناس تطبخ فيه قوي وشغال 24 ساعه في الطبخ. ايوه دي حاجه. المطبخ الابيض برده جميل مع بعض الطشات الصفراء، هتدي بهجه حلوه قوي في المكان. ونبعد عن، انت قلتي لي قبل كده نبعد عن الرخام السوداء. طبعا، اوعوا الرخام السوداء قوي يا جماعه، بلاش الرخام السوداء. الرخام السوداء لانها موضه جدا، وتدخلي معظم المطابخ هتلاقي الرخامه دلوقتي السوداء. لا، الرخامه السوداء مشكلتها ايه؟ ان انت ساعات كتير قوي ما بتشوفيش الحاجه اللي وقعت عليه اصلا، بتحسيه غامق قوي عشان تيجي تقطعي عليه حاجه، بتبقيش حاسه انك شايفاه كويس. بعكس ما تكون الرخامه بيج او ابيض او اي درجه مختلفه، زي اللون الابيض في الكوريان مثلا، في بعض الرخام البيج بيبقى حلو قوي ومريح لست البيت، انها تلاقي الحاجه اللي هي ايه طارت هنا ولا هنا، وتحسها بالاقبال على الطبخ. لكن عندي برضو حاجه تانية برضو بنقع فيها كتير قوي، وهي موضوع البوتاجاز. البوتاجاز دايما في تصميم المطابخ يفضل انه يكون على حائط خارجي. أوكي. يعني الحيطه الخارجيه ممكن تكون حيطه مش داخل البيت. يعني ما اقعدش مثلا احط البوتاجاز ويبقى انا قاعده ووراه كنبه. أوكي. تمام، ده غلط. والناس اللي عندها ادوار طابقين او حاجه والمطبخ تحت،
ناخد بالنا جدا ان المطبخ ما يكونش فوقه السرير مباشره. اوكي. ليه؟ هيخلي الانسان اللي فوق. انا دلوقتي انت بتكلم وانا عماله اظبط مساراتي واشوف انا عامله ايه. ده زي ما بنسميه بيخلي الشخص اللي فوق بيبقى عامل زي القطه على نار يعني. متقلب مش مرتاح لان النار معروفه طلوع. فبالتالي بتعمل طاقه غير مستحبه للشخص اللي نايم فوق البوتاجاز. المطبخ دايما الحائط الخارجي بيبقى للبوتاجاز عشان التهويه، عشان شفاط، عشان كده. بلاش يكون البوتاجاز وراه شباك، ده برضو عشان السيفتي والامن بتاعنا. دايما نعمل حسابنا ان احنا البوتاجاز اللي هو الناري ما يكونش ملتصق بالحوض اللي هو المائي. يعني ما بيبقاش فيه نوع من التضاد. ليه بقى؟ لازم يكون عشان الميه والنار. الميه والنار عشان ما يبقاش فيه خلافات زوجيه. اوكي. دايما نبعد النار عن الميه بحاجه كده رخامه لذيذه جدا، كونتر ما بينها ما بينهم على الاقل 40 سنتي يعني. طب واللي وقع بقى في الغلطه دي مثلا ممكن يجيبوا حاجه مثلا يصفوا عليها؟ والله انا بقول ان هي سهله جدا. لازم نحل الموضوع. لازم نحل الخلافات الزوجيه. يعني